على العالم أن يشعر بالخجل، هذا ما أوصى به وكيل أمين عام الأمم المتحدة بعد أن بلغ عدد المصابين بوباء الكوليرا في اليمن 500,000 شخص. في تصريحه لوكالة الأناضول بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الإحصائية الجديدة لمنظمة الصحة العالمية قالت أيضاً إن ما يقرب من 2,000 شخص توفوا جراء هذا المرض منذ بدأ تفشيه السريع نهاية أبريل. وبالرغم من تباطؤ وتيرة انتشار الكوليرا، إلا أن المرض لا يزال ينتشر بسرعة في المحافظات التي تأثرت به مؤخراً، لتصيب حوالي 5,000 شخص بالعدوى يومياً بحسب المنظمة. ملايين الأشخاص لا يحصلون على مياه نظيفة، جميع خدمات جمع النفايات في المدن الكبيرة توقفت، نظام صحي متهالك ونقص في الأدوية والمستلزمات، كلها أسباب أدت وما زالت تساهم في انتشار الوباء، بالإضافة لأن العاملين الصحيين لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية منذ أشهر. 99% من المشتبه إصابتهم بالكوليرا والذين يحصلون على الرعاية الصحية يتعافون ويبقون على قيد الحياة، لكن بالمقابل هناك 15,000,000 شخص تقريبا لا يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية فتبقى حياتهم مهددة.